بين ظهور الصورة وزن الصورة. ثم معرفة هذه الصورة هل هي مكية وما دليلها؟ لأن القرآن المكي له مشابه وله مضامينه التي يعالجها التي يتكلم عليها. القرآن المدني كذلك له مضامينه وله مشابه وله يعني المواضع التي يعالجها ويريدها ويقدرها. ثم مطلع الصورة، لماذا فتحت الصورة؟ لأن الصورة صورة القرآن الكريم أحسن العلماء كلما طالعها فواتحها، وكل مطلع عنده فرعية تأويله. وثم كم عدد الآية؟ وهل هي محتوى كلي أو مفصل أو غير ذلك؟ لكن إن شاء الله مقتصر على الذي أشد ضرورة تكية. اسم الصورة، كيف نفهم اسم الصورة؟ كمصطلح خاص باللغة، يعني اسم الصورة ليس كاسم الكسرة. سيدنا شيخ الدراسات الأدبية وخذت كتاب التاريخ أو كتاب القصة، مثلا قصة مثلا تاريخ الماضي، حين تسمع تاريخ الماضي أعترف بضمن الكتاب يتكلم عن الأحداث الوقائع الرسمية التي مرت في هذا البلد. الاسم الصورة على نقيض أسماء القصائد والكتب وغير ذلك. لأن صورة الأنعام، الأنعام مفردة، والمفردة لا يمكن أن تأخذ منها قضية إلا في إطار جملة، تأخذ إطار جملة، كأنك تقول مراد الأنعام من الصورة، لأن ما يشبه الصورة خصائص الأنعام، والكلام عن الأنعام، لا، صورة البقرة، ما يشبه الصورة الكلام عن البقرة. وإنما السياق الذي ذكر في البقرة صور الأنبياء لم يكن موضوع تاريخ الأنبياء كلها، وإنما القضية التي ورد فيها الأنبياء. إن طرأ السؤال وتقول ما المقصود من ذكر الأنعام في الصورة؟ فنقول نجد أن صورة الأنعام نجد أنها ذكرت لتكشف عن شهرها، وقالوا هذه الأنعام محاط بالجن لا يطعمها إلا من نشاء الإنسانيين، وأنعام تحمل مردود الله، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليك الضرب منك يا مبتدئ. ثمانية أزواج من الضرب كثيرة من الناس اثنين ولا الذكر في حرم أن يؤذيك أم الشبت عليه أرحم يؤذيك نبيهم بيد من أخر صادقين. إذن المراد بصورة الأنعام جمع الأعراض في الأنعام، وجمع الأعراض في الأنعام إنما هو من الدجواه من الجهالة في الدين كلها. كان أمرها من الصورة بيان نوع من أنواع الجهالة في الدين، وبيان الدين حينما ينحط إلى أخص مستوى من الجهالة كيف يكون؟ الدين حينما يعني يسير عن طريقه ويسوع المصطلح واضح مسيره كتابي مبين بلا حجه ويكون الاكاذيب والافتراء، انظروا الى كيف يحذر الدين. شوف المستوى اليوم، بعد لم يكن الدين مصدر الهدايه يصبح الدين الفاسد مصدر الشر. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سبب اليهم وحرموا ما رزقهم الله، حملهم الدين الفاسد الى ان يقتلوا ابناءهم. عشان ما يمكن ان يبشر الانسان ان ياتي الى ولده ويذبح ويتقيك سببا غيره. اذا تشكو حين كانت عنده ملايين وترد ربي الغالي، يعني
سبب الجهالة في الدين. لنستخدم الأنعام كمفارقة، وشفنا في الصيام وفي الصورة تكشف عن جهالة العرب وعن سر العرب وعن ضلال العرب في الدين. ما سببه؟ لمن تتبع الناس فيها؟ وما السبب الذي أوصلهم إلى هذا؟ وكيف كان قبل أن يسلموا إلى هذا المستوى؟ ومن تلبس الفضيلة في الصورة؟ ما هو الدين الحق؟ وما هو الدين الفاسد؟ ما هي عمد الدين الحق؟ ما هي عمد الدين الفاسد؟ إذا صورة العام، ولهذا وقال سيقول الصورة التي ذكرت هي الأنعام. الصورة التي ذكرت هي الأنعام لم تذكر على جهة الدين، لا، إنما ذكرت في السياق جهالة العرب وتقديمهم وتغييرهم واحترامهم على الله وتحريم الحرام وتحريم الحلال والعمل بالدين. وكيف آلت الأمر إلى البشرية؟ إذا هنا نأخذ العنوان نستفيد من أن هذه الصورة ستكشف لنا عن موضوع في نفس الحاجة إليه، وهو حينما يفسد الدين كيف يزيد بأهله. إن هذه صورة وتسمى بصورة الحجة، ولكن الاسم الشائع لجميع القراء والمفسرين والذين كتبت المصاحف هم يكتبون صورة الأنعام. ما رأيك أن تسمى صورة الحجة؟ بما أخذ من قول الله تعالى وتلك حجتنا لا تلها الله معنا قومه، أو أن هذه الآيات كلها حجج على حكمة التوحيد، والله يتنا سوى من الأدلة والدلة الباطلة. وكما سميتها الحجة سميتها اسم الوجه. وهذه الصورة مكية، ومن الصح أنها مكية وليس فيها آية بدلية. بعض أهل التفسير يقولون فيها كلها آية مكية، كلها صورة كلها مكية، مع هذا الذين أعتمدوا الكتاب يذكرون كما يعتمد أبناءه. ورد بعض أهل التفسير قال ليس كل آية تكلمت عن اليهودية مدنية، لأنه حينما نزل الله في أول الأمر المشركين من لديهم الكتاب، وحكم الخط التجاري اللي كان ما بين مكة والشام كانوا هو المدينة، ليس أمن اليهود عن ظهور النبي الجديد. فحينما يسألونهم كيف يكتبون الحق مع أنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم؟ فزلزلت هذه الآية التي تحتج بموضوع النبوة، فبعض التسلى هذه المدينة صحيح أنها مكية، ولأن قد لا يصح في أن تثبت لنا أنها مدنية عن شيء سبب صحيح يثبت شيء آية أنها مدنية. فالصور كلها مكية، وخاصة الحديث الذي ثبت بأنها نزلت جملة واحدة. لماذا بفرق بين المكي والمدني؟ لأن موضوع المكي يعالج العقيدة ويعالج أصول الدين ويعالج ويتكلم ويبين ويوضح أصول الإسلام. يعني كيف تحتج بالعقائد والبراهين والحجج القوية لمعتقد ولدينك؟ وفي نفس الوقت يعطيك واحد القاعدة عمرها ما يمكن خلقها، وأنه لا يمكن لهذه الأمة أن تستقي أبدا ويدخل الخلل والسد في عقيدتها. وحينما تصبح قضايا التوحيد وقضايا أصول الإيمان محل الشك ومحل أخذ الأمر، فعمره ما يمكن أن يكون صاحب الإسلام. صاحب الإسلام هو عقائد وعمل الإسلام وشرائع الإسلام لا تبنى إلا على عقيدة متينة وإلا على أسس من اليقين. ولأن القرآن الكريم حينما بدأ يزيد لم يأت بحلال ولا حرام، يعني في باب المعاملات المالية أو كيف نصلي أو كيف نخرج الزكاة أو تفاصيل شريعة الصيام أو شريعة الحج أو الزواج أو أحكام الصلاة أو أحكام كل، لم يتكلم على هذا البتاتا. وإنما المدار الذي يقوم عليه
هو التوحيد والعقيدة، ويخرج من القلب كل وسائل وكل شيء، كل ما لا يعني كل ما يتناقض مع الدين مع أصول الدين تناقض قطعيا، حتى تزكي عقيدة الإنسان وتصفي سريرته ويكون عنده عقيدة ثالثة راسخة بعد ذلك يسمع إلى عباد الله أو يستشهد. لكن ما يجب يأخذ من بعض ويترك من بعض. تكلموا في السنة النبوية في عصر النبي يتعرض في العصر النبوية. فكيف هذا سيستجيب الأحكام الشرعية؟ كيف سيطبق؟ كيف سيمر فيه؟ والخلل موجود في قلب عقيدته. لذلك لا يصح عمل ولا تصح شيء ولا يصح اي شيء حتى تصح للناس عقيدته. ولكن ينبغي ان نركز على شيء اخر ضروري، وهو ان الايات المكيه جاءت لتبني العقيده الاسلاميه على اساس من البلاغه والبينات والعلم. ما ناخدوش الدين تقليد، ما ناخدوش الدين بدون وضع، ما ناخدوش العقيدة بدون أسس. كل يوم تأتي الشبهات، كل يوم تتكب على الأمة سؤال من الشبهات ومن الأقاويل التي تزعزع عقيدة الناس. إذا لم تكن لديك قناعة قوية وإيمان راسخ عقيدة ثالثة فتزعزع. ولهذا جاءت هذه الصورة لتربط العقيدة بأصولها ودلائلها وقرائنها. أنت تقول لا إله إلا الله هذا لا يلوي، تقول إن النبي رسول محمد رسول الله هي دلائل وحججه، تؤمن بالبعث والنشور هذا دلائل وحجج، وفي نفس الوقت تبطل كل الأديان وكل العقائد وكل الأفكار وكل المفاهيم التي تناقض هذه العقيدة. إذن السورة مكية ولها أيضا تأثير خاص، ويعني خصوصية خاصة، يعني السورة مكية ولا توجد تعالج العقيدة، لكن هذه لها خصوصية. ما موضوع سورة الأنعام؟ الموضوع بصفة عامة، الموضوع بصفة عامة هي الاحتجاج لما دعا إليه القرآن من توحيد الله وإثبات البعث والنشور وصدق النبوة. هذا بصفة عامة، لكنها مواضيع فرعية. الموضوع الأول كيف أثبتت السورة دلائل التوحيد؟ دلائل التوحيد التي جاءت في هذه الصورة، ونذكر بعض النماذج. أولا، الصورة ربطت عقل المسلم بالآية الكونية، وقال لك أيها المسلم افتح عقلك في هذا الكون العظيم، هل ترى فيه خلالا؟ هل ترى فيه فطورا؟ هل ترى فيه فروج؟ هل ترى فيه يعني ما يشين هذا الكون العظيم؟ فإذا كان هذا الكون يعني لا يمكن أن يوجد إلا بقدرة وبعلم وبحكمة وبإرادة، فمن يكون سوى الله؟ فربطت يعني بالتوحيد عن طريق النظر في آية الكونية، ومنها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلق المدين ثم قضى اجلها واجل مسلم عنده، قل لمن ما في السماوات والارض قل لله، ان الله خالق الحب والنار يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون، فالق الاصباح وجعلوا من سكنه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الى اخر السياق. ناس ما آمنوا فيها رغم هذه الآيات، رغم هذه الحجج، الصورة تغير
وتبدل وتنوع في الدلائل، فتأتي إلى آية أخرى وآية أعظم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وهكذا نوعت في آية أخرى. ومع ذلك جاءت آية أخرى، آية الفرار، يعني إذا تركت الإنسان وما أنزل ولم يزد أهل الكتاب ولم يبعث رسول ولم سيجب شيء وخالد الإنسان في مرضان، وقلنا له من الذي خلق هذا الكون ومن الذي يستحق أن يعبد؟ لأجابت الفطرة أن الذي خلق والذي يستحق أن يعبد هو الله. وجدت آية الفطرة هي من الآيات التي تكلم فيها سيدنا إبراهيم، يعني وإن قال لي آزر أتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في مغار مبين، وكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض وليكن من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. نفترض جن الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لأنه أعظم في الوجود وأهل، فلما أهل وأهل قال لا أحب الآفلين، غاب عني، فمن يسمعني ومن يراني ومن يمن أتوجه؟ إذا لو أحب الآفلين لا يسمح عليكم ربي، فطلعت ما قال إن هذا ربي غاب كما طلعت الشمس، فلما غابت الشمس قال يا قوم إني بريء مسجد من وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما من آيات مفصلة، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أفغير الله طريقا، قل أفغير الله زكي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قل أفغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أفغير الله يغي ربا وهو كل شيء ولا تسلم نفسك إلا عليها، زيادة من اسماء الله الحسنى وهو الحكيم العليم وهو العليم الحكيم وهو بكل شيء وكيل وعلى كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو المسؤول عن الحق والله الى غير ذلك من ايات الله ومن اسماء الله الحسنى التي اذا طلع المسلم عليها وتدبر فيها